واحد بيقول لي وصلت رسالتك في قصيدة اغلق الباب وحدك. طب كويس انك انت تطمنا على كده. وبعدين سؤال، في فحص الزواج يقوم الزواج في القداس وينتهي بالتناول من جميع من الأسرار، فلماذا لا ينفذ الآن؟ كان زمان في بعض أوقات بيعملوا سر الزواج بعد رفع بخور باكر ويتناولوا من القداس ويبقوا بعاد عن بعض من الناحية الجسدية لمدة 3 أيام ولا حاجة. لقوا ان الشعب ما بيحتملش الحاجات دي فما بقوش يعملوها.